ناصر البيت ديالو ها هو صافي كينعس هو تسمع ناصر 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 راه صحاب له شنو عنده راه الفلوس من الجزائر الفلوس من هذا ما عنده والو ناصر ها ها الموطا ديالي ها الما فين عايشين بنتي كنقول انا فين الفلوس ديال الجزائر فين غنجبرو حنا الفلوس ديال الجزائر ما جبرنا ديال المغرب غنجبرو ديال الجزائر فين غنجبرو حنا الفلوس حنا ما عندناش يعني حنا ضعفاء غير عندي شويه ديال الرز طيبتو في الماء باش غادي ناكلو قلت لكم تجي هاد الشيء استحملناه ولكن حتى يداو لي ولدي ما غنستحملش دا ولدي حرقوني على ولدي حرقوا الجيران كاملين حرقوا الشعب كامل زائد الريف علاش اش درنا هنا حنايا اش درنا مطالبين غير الحقوق ديالنا ويديروا لنا هاد الشيء لا ما يديرولناش هاد الشيء حنا ما غنقبلو شي واخا نموتو كاملين ما غنقبل شي انا ما غنقبل شي ولدي حرقني ولكن ولدي باطل ياك جاو للدار اش لقاو في الدار هرسوا عليا الباب ما دقوش هو يكون كاين هنا غيسلم راسو هو كان بغا يسلم راسو غير الناس ما بغاوش يكقلوا غير حقو راسنا ولا سلم يدي راسو وانا هكاك طلعت مع السطح ولدي يا ولدي قال لي ما تخافش واخا قلت له انا راه ما درت حتى شي حاجه كيقول فتحوا قلت له يا انا ماشي باش غنفتح له قلت له علاش كتهرسها انا غنفتح لك الباب قبل ما نوصل الباب كان ضربها ضربها واحد الحديده كبيره دخل كيما دخل يمكن صحاب له هذاك ناصر هو ماشي ناصر كاين شباب فيه ولد عمو جبدو داه من هنايا ضربو هيدا جرو وانا كنجبد في التيك البوليسي ما عميت ما كنشوفش كنجبدو من السروال كنقولو طلقو هذا ما دار والو هو يضربني بالركله سيدي صافي انا مشيت في غيبوبه مشيت هزوني السبيطار ملي جيت لقيت الدار ديالي اش غنقول كلشي رولوها هرسو رولو هادو مهرسوهم الباب مهرسة الدنيا مترفصة لداخل هزو شي كتوبة الراجل هزو واحد هداك فاش كيسجلو ويسبيرني ولا كيف مسمي هداك انا عطاهلي ولدي قال لي يما هذا